اهلا بكم مجددا. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الارصاد الجوية غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، حر رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، معتدل ليلا على اغلب الانحاء. هذا وتقل رؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. الرياح معتدلة والبحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن سيناء فالطقس معتدل شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا. هذا وتقل رؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال سيناء، الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. والتوقعات المنتظرة الأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونبدأها من القاهرة، الثلاثاء 36-25، الأربعاء 35-24، الخميس 34-24، وننتقل إلى شرم الشيخ، الثلاثاء 38-29، الأربعاء 39-28، الخميس 39-28، وأخيرا الأقصر، الثلاثاء 41-28، الأربعاء 41-27، الخميس 42-28. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله، القاهرة 36-25، اسكندرية 32-26، دمياط 32-26، بورسعيد 32-27، العريش 32-23، رفح 32-23، إسماعيلية 37-22، السويس 37-24، مطروح 30-24، وادي النطرون 35-25، المنصورة 35-24، طنطا 36-24، دمنهور 34-24، سان كاترين 35-20، الغردقة 39-29، شرم الشيخ 38-29، الفيوم 37-25، المنيا 39-24، أسيوط 39-24، سوهاج 40-25، قنا 40-27، الأقصر 41-28، الوادي الجديد 40-22، أسوان 41-27، حلايب 35-27، شلاتين 38-27، أبو رماد 37-27، وأخيرا رأس حضر 34-28.